أهلا بكم من جديد. أدان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة أدان التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية في المنطقة مشددا على اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف ما سماها الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة. الجدير بذكر أن العاهل السعودي الملك محمد بن سلمان كان قد دعا إلى 3 قمم وذلك لمناقشة الخطر الإيراني في المنطقة على حد تعبيره. أسامة حميد والتفاصيل. ما من قمة عربية عبر تاريخها إلا وفشلت في تحقيق أهدافها، وأصبحت المقولة السائدة في كل قمة إنهم اتفقوا على ألا يتفقوا، وذاك ما كان يترك هوة شاسعة بين المجتمعين لتبرز عوامل الفشل والتفرقة والاصطفاف. قمة واحدة لن تكفي، وسيكون على المجتمعين أن يكونوا في 3 قمم، قمة تلو قمة وفي ذات المكان وفي الوقت نفسه. مكة المكرمة وجهة المدعوين إليها أجمعين، دعوة لقمة خليجية، دعوة لقمة إسلامية، وأخرى لقمة عربية طارئة، وهي قمم دعت لها المملكة العربية السعودية في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في السعودية. بينما سيكون الضخ في هذه القمم متوجها نحو وقف الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة بحسب وصف الرياض، كما ويستعرض البيان الختامي تحذير إيران من التدخل في شؤون المنطقة. أحد أهم طرق التجارة العالمية بعمل تخريبي طال 4 ناقلات تجارية. لن يتوانى البيان عن الانتقاد الحاد لإيران، وذلك ما أشار إليه الملك السعودي من خلال دعوته إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال إيران التي وصفها بالإرهابية. وسيغيب المشهد السوري بدمويته إلا من بند يدعو إيران بعدم التدخل في الشؤون السورية، وكأن إيران لم تتدخل في سوريا وغيرها قبل سنوات طويلة، لتبدو السعودية بأنها قادرة على جمع الزعماء في قمة واحدة لكنها غير قادرة حتى اللحظة على حسم ملفاتها الداخلية والخارجية تجاه استراتيجيتها غير المحددة في التعامل مع الأحداث الطارئة في المنطقة والدول العربية. وهذا من الممكن له أن يدفع السعودية لتعيش هواجسها الأمنية على وقع ما تسميه الخطر الإيراني واعتباره تهديدا للأمن القومي العربي. وعلى ذكر الأمن القومي العربي، فإن هذا الأمن على الأرجح بات غائبا عنها في ظل عدم الاستقرار الذي عابثت به الثورات المضادة، وذاك ما سينقلك على الفور لعتبة الأسئلة المتراكمة. أولها، هل تدخل إيران في المنطقة بجديد؟ لماذا استشعرت دول الخليج خطورتها الحادة في هذه الأوقات؟ ألم تعرب السعودية مثلا تأييدها للخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والتي لم تنشر تفاصيلها بعد؟ ألا يعتبر هذا تدخلا منها في تقرير مصير الغير؟ ما أوسع التساؤلات والضبابية، وما أضيق الوضوح وانقشاع الغموض. حقوق المسلوبة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا نضال السبع المحلل السياسي من بيروت، كما ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من الكويت عبر خدمة سكايب السيد ياسر العيادة. مساء الخير لكم جميعا. أبدأ من عندك سيد نضال، قمة في السعودية بدعوة من خادم الحرمين لبحث التدخلات الإيرانية في المنطقة، 3 قمم حقيقة، لكن لا وجود لأي قضية فلسطينية، لا وجود لأي تطورات في 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 ليبيا، في السودان، في اليمن. والبعض يسأل، يعني هناك من يصرخ، لماذا تتناغم الحملة السعودية على إيران مع الحملة الإسرائيلية الأمريكية أيضا على إيران؟ يعني أليس هناك ما هو أهم من هذا الموقف؟ يعني مساء الخير بداية لك ولجميع المشاهدين. أنا باعتقادي طبعا يعني معروف أنه عنوان القمة العربية أو القمة الخليجية أو القمة الإسلامية التي سوف تعقد الآن غدا أو اليوم على ما أعتقد، يعني عنوان الأساسي هو إيران. أنا باعتقادي أنه السعودية نجحت نجاحا باهرا بجمع العرب مرة أخرى وجمع الخليج. نحن نعلم أن يعني هي جمعتهم تحت سقف واحد، ولكن بالنسبة للمواقف سيد نضال، هل جمعت مواقفهم أيضا موحدة بمسار واحد؟ جمعتهم تحت سقف واحد، دعوة يعني تك الطيارة، شو هي؟
لا لا لا، الأمور لا ينظر لها بهذا الشكل. ليس من الهين على المملكة العربية السعودية وعلى أي طرف كان أن يجمع العرب، خاصة في ظل هذه الحرب اليمنية وفي ظل هذه الحرب السورية وفي ظل هذه الحرب اليمنية وفي ظل الأزمة الخليجية مع قطر، أن تقوم السعودية بجمع العرب الآن في مكة واتخاذ موقف واضح. حتى يعني بعض الدول التي تربطها علاقات جيدة مع إيران وقعت ووافقت على هذا البيان، من ضمنها على سبيل المثال قطر وسلطنة عمان. حتى يعني برغم من أن موقف لبنان عمليا هو يأخذ بالحسبان الدور والنفوذ الإيراني، وافق لبنان على القمة العربية. أضف إلى ذلك أن القمة الخليجية أيضا يعني لم يأخذ الوقت أكثر من ساعتين حتى تتوحد دول الخليج حول السعودية، وأيضا تبنت الدول الخليجية وخاصة موضوع أيضا كان يعني هناك مؤشر لافت أن قطر وافقت أيضا على بيان القمة الخليجية، والذي يدعو إيران إلى كف تدخلاتها في الوطن العربي وإلى إدانة ما قامت به في الفجيرة وموضوع القصف الصاروخ الذي يقوم به الحوثي. أن تقوم السعودية بهذا الدور برغم من هذه الشرذمة العربية في الوطن العربي، فأنا أعتقد أن هذا يعني أمر مهم جدا، وهو بصراحة نجاح كبير للسعودية وللملك سلمان. أضف إلى ذلك طيب. أن سيد ياسر، أود أن أذهب إلى سيد ياسر. سيد ياسر العيادة معنا من الكويت، كيف قرأت مجريات الاجتماع؟ لأنه في خلال الاجتماعات جرت عدة أمور، وتم الحديث عن الوضع في ليبيا، جرى الحديث عن الوضع في السودان، جرى الحديث عن الوضع في 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 اليمن أيضا، يعني القضية الفلسطينية جرى الحديث عنها بلمحة سريعة. كيف قرأت أنت مخرجات الاجتماعات أو القمة؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولمشاهديك ولمتابعيك. الحقيقة القمم العربية أصبحت يعني معروفة لدى المواطن العربي أنها قمم بيانات لا تقدم ولا تؤخر شيئا، حتى يعني في ظل غياب يعني التشخيص الحقيقي لما يعانيه العلم العربي سواء في سوريا أو في اليمن أو يعني أو في لبنان. حتى في لبنان التغول الإيراني الكبير في هذه الدول وما يعني وما تقوم به إيران من أعمال إرهابية وتخريبية في العالم العربي لا يقابلها أي شيء ملموس على الأرض سوى بيانات شجب واستنكار وباء وسين وسوف وما إلى ذلك. هذا مل منه المواطن العربي، والمواطن العربي لم يعد يعني يعطي بالا لهذه البيانات بأي حال من الأحوال. من يريد أن يفعل شيء يجب أن يمتلك مشروعا، يجب أن يمتلك رؤية كيف يوقف هذا التغول. هنالك مسألة مهمة في اليمن، ربما إيران تتهرب من قضية أنها تشارك بصورة فعلية، لكن في سوريا هي جهارا نهارا تحتل المدن صحيح. وتحتل الأراضي وتقوم بكل الأعمال الإرهابية والتخريبية في سوريا. أين البيان من كل من ما يجي، وما هي الخطوات العملية التي قامت بها المملكة العربية السعودية طيب. أو هذه من هذه النقطة أود أن أسأل السيد نضال. فعلا يعني قمم بيانات وصفها سيد ياسر. سيد ياسر تسمح لي، قمم بيانات فقط لا تقدم ولا تؤخر، هذا ما يصفه المواطن العربي للقمم العربية. ذكر بأنه من يريد أن يفعل شيء تجاه إيران عليه أن يكون لديه رؤية، أن يكون لديه مشروع، أن يقدم على فعل شيء، وليس فقط بيانات استنكار وما إلى ذلك من هذا الكلام. أي دولة باستطاعتها التوقيع فقط، ولكن هل هناك أي مشروع لمحاربة إيران فعلا؟ في اليمن تتهرب كما قال السيد ياسر العيادة، تتهرب إيران من كونها مسؤولة هناك، ولكنها في سوريا جهارا نهارا. أين هي السعودية من إيقاف إيران في السعودية مثلا في سوريا عفوا؟ سؤال لي. نعم سيد نضال. يعني بالنسبة للسعودية، السعودية غير جاهزة
هذا أولا لدعم التنظيمات الإرهابية المصنفة المتواجدة الآن في إدلب. اليوم المجتمع الدولي ينظر على أساس أن المتواجد في إدلب هو أبو محمد الجولاني، وهذا مصنف على لوائح الإرهاب، وأنا أعتقد أن المعارضة اخترفت خطأ جسيما عندما هذا باب آخر. يعني نحن نتحدث نود الحديث اليوم المملكة السعودية دعت إلى اجتماع لمحاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة. يعني وضح النهار موجودة التدخلات الإيرانية، وضوح الشمس واضحة والناس أشعة، هذا مثل لبناني عنكم. التدخلات الإيرانية في سوريا، أين هو المشروع السعودي لمحاربة التدخلات الإيرانية في سوريا وفي اليمن وفي عدة دول أخرى، أربع عواصم يقولونها صراحة الإيرانيين، أربع عواصم محتلينها؟ يعني أنا ما بوافق على هذه المقولة أن الإيرانيين يحتلون أربعة عواصم عربية. لن نرى الجيش الإيراني في بيروت، ولم نراه يعني في بغداد. يعني هناك عنصر مكون سواء في بغداد أو لبنان أو سوريا أو اليمن من مواطني هذه الدول الذين يرتبطون بتحالفات مع إيران. حتى في سوريا، لنتحدث عن سوريا، في سوريا موجود مستشارين إيرانيين بناء على طلب الحكومة السورية الشرعية. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هي تدعم الحل السياسي وفق القرار 2245. أضف إلى ذلك الملك سلمان عبر بشكل واضح عن دعمه لعودة اللاجئين السوريين. المملكة العربية السعودية، وأنا متأكد من ذلك، هي غير مستعدة لإرسال السلاح للمعارضة من أجل إسقاط النظام، وهذا الأمر غير موجود على أجندتها. هي الآن تحتضن مؤتمر الرياض، وعمليا بلورت الأساس السياسي للمعارضة السورية تحضيرا للمفاوضات المقبلة، وهي تتعاون الآن مع روسيا بموضوع أولا مكافحة الإرهاب. سيد ياسر، برأيك ما هي الخطوات التي ستقدم عليها السعودية في قادم الأيام؟ يعني القمة كانت أمس ولم لا يستطيعون القيام بأي شيء حاليا. السيد نضال يقول بأنه الاجتماع مجرد بلورة للمسار السياسي القادم المعادي أو المضاد لإيران. يا سيدي، إذا كان كل ذلك لم يحدث من قبل إيران، إذن فلماذا يعني تصف أو أصدق يعني هذا ما كنت أود أن أقوله صراحة في لبنان ولا سواء. اسمح لي. من إذن لماذا؟ إذن أين تغول الإيراني؟ لماذا عقدت القمة إذا لم يكن هنالك تغول إيراني؟ هذا قفز على الحقائق. الحرس الثوري الإيراني في سوريا يعمل ليلا نهارا، وقاسم سليماني، وهنالك 100,000 مقاتل إيراني من الحرس الثوري وغيره. هنالك تدخل حقيقي سافر، هنالك إجرام بحق الشعب السوري. قضية النصرة وقضية إدلب هذه قضية متأخرة جدا إذا ما قرنت بما قدمه الشعب السوري خلال 10 سنوات. الأخ جالس في بيروت، وبيروت لا تبعد سوى أمتار، ولا يعرف حقيقة الأمر في سوريا. يعني هذا أمر في ظلم كبير للشعب السوري. إذا الشعوب فعلا لا تعنينا هذه القمم، إذا كانت يعني وجهة النظر بهذه الصورة، إذا لا تعنينا فعلا هذه القمم. نحن مع، إذا يدعون إلى قمة يناشدون فيها إيران من التدخل في الخليج، ونحن نوافقهم على ذلك، ولا نريد لإيران أن تتغول في الخليج. إذا هنالك تناقض في المواقف. ومن هنا أقول ليست هنالك رؤية أو هنالك مشروع عربي لمحاربة إيران أو غير إيران، وكل ما يجري هو تمثيل أو يعني لباس أقنعة. لا إيران تريد الدفاع عن فلسطين وتريد الدفاع عن القدس وهي تتخذها قمة، ولا الطرف الآخر هو يعني مرشح لأن يكون قائد لعمل. إذن سيد ياسر السؤال لك. نعم سيد ياسر، سأبقى معك. إذا ما الهدف من هذه القمة بالنسبة للسعودية إن كانت لن تقدم على أي إجراء من شأنه محاربة إيران في المنطقة أو كف إيران عن التدخل في شؤون المنطقة؟ أنا أعتقد هي مجرد أوراق، يعني هي مجرد أوراق للإعلان، وإيران لا تخيف. وإيران اليوم نثرت كل أوساخها باتجاه القادة العرب وباتجاه العرب، ولا تعني كل هذه القمم. ما إيران وغير إيران ما يعنيها ماذا أنت فاعل على الأرض، والآخرين لم يفعلوا أي شيء بسبب بسيط، أن التشخيص خاطئ، أن الدماء السورية لعشر سنوات لا ترى من قبل العرب ومن قبل الجيران للأسف الشديد. على كل نقول شكرا، وكل السوريين والعرب في ليبيا وفي
اليمن وفي الجزائر وفي السودان الذين يقفون ضد الربيع العربي لن يكونوا مقبولين بأي حال من الأحوال يعني من قبل الشعوب مهما كانوا، إلا أن يكون هنالك رؤية واضحة. من يريد أن يقاتل يجب أن يجمع صفوفه، من يريد أن يقف ضد إيران عليه أن يلم مجلسه الخليجي، وعليه أن يشكل قوة خليجية قبل أن يشكل قوة عربية. طيب. كل هذا المنظر هو منظر دعائي ليس إلا. اليوم المواطن العربي سيد نضال يقول بأنه إيران تتدخل، طيب السعودية أيضا دخل والإمارات أيضا دخل في الإمارات، دخل في ليبيا، دخل في السودان، دخل في اليمن، البحرين ستحتضن في 22 من أشهر القادم ستحتضن صفقة القرن، يعني ولا سائلين عن القضية الفلسطينية، في العكس تماما، يعني يفعلون ما يريدها الإسرائيليين وينقذون بنيامين نتنياهو. البعض هذا ما يقوله عن السعوديون وعن الإماراتيين أيضا. أولا بالنسبة للسعودية والإمارات، تدخلهم جاء بناء على طلب الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبد ربه، وبعد أن قام الحوثي باحتلال صنعاء واحتجاز الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء اليمنيين، وكان الحوثي يود أيضا احتلال عدن، من هنا جاء التدخل السعودي والإماراتي بعد طلب الحكومة الشرعية. ثانيا بخصوص ليبيا، عندما ترى السعودية السيد أردوغان يصدر الأسلحة إلى ليبيا من أجل اقتتال الليبيين، فوجب عليها واجب قومي وإسلامي وعربي أن تتدخل في ليبيا وأن تحمي ليبيا من تدخلات أردوغان. أضف إلى ذلك أن يعني السيد ياسر يتحدث أن لا يوجد هناك مشروع عربي، هذا الكلام غير صحيح. عمليا الآن هناك مشروع عربي، وهذا المشروع يتمحور أولا بمواجهة الربيع العربي، لأن هذا الربيع العربي لم نرى منه إلا الدمار والخراب. وهذا هو مشروع السعودية نضال، سيد نضال أنت تتحدث عن المشروع السعودي. نعم سيد نضال تتحدث عن المشروع السعودي، وكأنه خليني أكمل كلامي، ولكنك تقول بأنه يا سيد نضال تقول بأنه المشروع السعودي هو محاربة الربيع العربي، هل أنت متأكد من هذا الكلام أساسا؟ طبعا أكيد، يعني كان هذا الأمر واضح من خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الأمر واضح من خلال دعم الجنرال حفتر في ليبيا، وهذا الأمر واضح من خلال دعم المجلس العسكري في السودان. أضف إلى ذلك أن يعني عودة الإمارات وافتتاح سفارتها في سوريا، أنا أعتقد أن الجانب العربي استشعر الخطر. طيب. من مشروع أردوغان الذي يصدره للعالم العربي، بالتالي بدقيقة على كل حال الربيع العربي ليس مشروع أحد، يعني الربيع العربي مشروع مواطنين يعني ذاقوا ذرعا بحكم الدكتاتوريين. على كل حال دقيقة واحدة سيد ياسر، الختام معك، تعليق أخير من عندك سيد ياسر. التعليق الأخير أخي الكريم أنه لن يكون هنالك مصداقية لأي لقاء عربي أو تجمع عربي إن لم ينظر إلى معاناة المواطن الحقيقي، ودون أن يكون معبر حقيقي عما يعانيه المواطن من الحكومات الدكتاتورية. بدون أن نكون أحرار لن نستطيع مواجهة أي مشروع. العبد لا يمكن أن يقاوم أو لا يمكن أن يحارب، المحاربين هم الأحرار، هذا سواء كان ضد الربيع العربي أو مع الربيع العربي. الربيع العربي لم يتنازل لإسرائيل، الربيع العربي لم يتنازل لأمريكا، الربيع صحيح. العربي لم يتدخل في شؤون الدول الأخرى، كل دولة قائمة بذاتها، ليس من حق الآخرين أن يأتوا بالنصرة ويأتوا بالقاعدة يفرغوها ومن ثم يتهمون يشوهون صورة الربيع العربي. شكرا جزيلا لك. 8 سنوات قبل أن تظهر النصرة أو غيرها. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ياسر العيادة، كنت معنا من الكويت. لا أنسى أن أشكر نضال السبع الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. مشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة، تابعونا على سيريا دوت تي في، لكم من يوم فريقنا ما الأطيب، تحية، إلى اللقاء.